الموديل الاخير ده طبعا اللي هو، وهو ده بقى طبعا يعني ده اللي يعني كان جزء يعني من الريسيرش بتاعتي. هتبص تلاقوا انه يعني احنا عملنا حوالي 27 رول، هتبص تلاقوا كلهم نقدر نعمل فيتنج بيهم في مجال التكنولوجي. ايفن يعني لو احنا شايفين رقم 24 الجيميفيكيشن، ان انا اجيميفاي الحاجه، اجيميفاي الجيرني. رقم 17 الكالرنج، يعني هنبص تلاقي فيه اول ان وان سوليوشن اللي هي رقم 14. وده طبعا يعني كان مبني اوفر المودلز اللي فاتت، لانه لا ينبغي ان احنا نهمل مجهود الاخرين. يعني لو انتقلنا بعد كده، طيب يبقى هي ايه البروسيس بقى اللي احنا هنمشي فيها؟ نمبر 1 الانوبيشن، احنا نقدر ان احنا نستخدم الحاجات اللي احنا ذكرناها دي. وطبعا يعني مش عايز الناس يحصل لها بانيك، انتوا لسه في الاول خالص، في انتربرايزز كبيره ما قدرتش تعمل الكلام ده ولا تعرف حاجه عن الكلام ده. فانتوا يعني اعملوا بيكينج للهايست توبكس اللي انتوا يعني تقدروا تستخدموها within التايم فريم اللي احنا فيه. رقم 2 تعملوا بروبلم فورميليشن كويس، تعملوا هايبوثيسز كويسه، تعرفوا الاوبجكتيفز بتاعتكم كويسه. لو قدرتوا تعملوا سيميوليشن اعملوا التستنج للسيميوليشن اللي انتوا وصلتوا له، فيدباك موديل انه عشان انتوا تعدلوا السيميوليشن اللي انتوا عملتوه، تعملوا امبروفمنت موديل، وبعدين تقدروا تعملوا انتوا ديبلويمنت للسوليوشن بتاعكم، اللي هو هيبقى ان شاء الله سوفت وير يعني موست بروبابلي تعملوا ديبلويمنت فاينلي. باستخدام البروسيس اللي احنا عملناها دي، هتبص تلاقوا بقى شايفين الايدياز في البدايه كبيره جدا وكتيره جدا في كل مرحلة. طول ما احنا ماشيين عمالين نعمل فاليديشن ون اكسكلود، نعمل فاليديشن ون اكسكلود، نعمل فاليديشن ون اكسكلود، لحد ما نوصل للايديا اللي احنا واحنا بنعمل لها ريبريزنتيشن على لجنة او واحنا بنعمل لها امبلمنتيشن، احنا كلنا وي جارانتي ان احنا وي ار بلاننج فور سكسس. لكن تصوروا كده، لو احنا كنا انفعاليين في البداية وخدنا يعني وجهة نظر عاطفية في ان احنا نتبنى فكرة، او فلان كان متحمس للفكرة فاحنا هنمشي معاه ونفذناها، ممكن ما نوصلش للسكسس اللي احنا كلنا مقتنعين.